مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من دردشة مع غادة. مساء الخير يا غادة. مساء الخير يا غادة. مساء الخير أعزائي المشاهدين، ودردشة جديدة ودردشة مع غادة. النهاردة أول حاجة هنتكلم عنها، الحقيقة النهاردة عندنا كذا موضوع هنتكلم فيه، بس أولهم القرارات الجديدة اللي طبعا ظهرت في تونس واللي عملت يعني كلام كتير قوي ما بين الشريعة، ما بين هل الكلام ده مقبول ولا مش مقبول، هل الإفتاء موافقة على الكلام ده ولا لأ. طبعا الحقيقة المرأة في تونس واخدة حقها أكتر من أي حد تاني، في قوانين كتير بتساند المرأة في تونس، أعتقد أن هم عندهم حاجات إحنا يعني مش مطبقة عندنا ولا حتى في بقية الدول العربية. يعني الحقيقة هم كانوا بعد الثورة، كانوا في سنة 2014 طلعوا بالدستور بحاجات كتير كانت في مصلحة المرأة، فهنشوف أنه المواطنين يعني في فصل 20 قال أن المواطنين والمواطنات كلهم سواء، سواء راجل او ست، مفيش اي فرق بينهم ولا في اي تمييز. وقالوا ان الدوله بتلتزم بحمايه المراه بالمكتسبات الجديده اللي هي اخذتها ديت. وطبعا اقروا مبدا تكافؤ الفرص بين الجنسين، ده في سنه 2014. بعد كده ايه اللي حصل يعني؟ بعد كده طبعا فضل الموضوع ده خطير قوي. طبعا هيفتح علينا ابواب جهنم. والستات بقى طبعا كلها مستنيه حاجات زي كده. بس هما كانوا الستات في تونس او المرأة عموما في تونس كانوا برضو بيؤرقهم حاجتين، اللي هي حتة الزواج وحتة الميراث. طبعا هما كان عندهم قوانين بتمنع الزواج بغير الاجانب، لازم غير يكون المسلم. لا لازم المسلم. لازم يكون معاه خطاب اعتناق الدين الاسلامي من مفتي تونس عشان يتقدم للزواج من تونسية مسلمة. وموضوع الميراث طبعا احنا عارفينه ان هو بيطبق بالشريعه بنظام معين، موضوع حضانه الاطفال، الكلام ده كل ده كان لسه فاضل للمراه التونسيه عشان تبقى اكتملت بالنسبه لها حقوقها المجتمعيه. فنلاقي ايه اللي حصل في منظمات نسويه اطلقت كده حمله اسمها علاش لتواي، يعني بمعنى لماذا الى الان. هم حاسين ان بالرغم من ان كل ده لكن هم لسه برضو ليهم حق، شايفينه ان هو لسه ما فيش مساواه بين الرجل والمراه. طبعا في 2015 في ديسمبر صدر قرار بيدي المراه حق السفر بالقصر بدون اذن الاب. ودي كانت اول يعني حاجه في المسار ده. يعني طبعا عارفين ان هو ما ينفعش المراه والزوجه انها تسافر بابنها القصر بدون اذن ولي الامر او الاب. طبعا ده كان اول تعديل او قانون بيعدل ما سبقه في انه يدي الحق المرأة ان هي زيها زي الاب بالظبط، انها تقدر تسافر باولادها القصر. بعد كده هم نادوا بتفعيل حقهم في الدستور، ان هم عايزين حسن المعاملة من الاب والاخ والزوج، وطبعا السماح ليهم بالتعليم في كافة المراحل الدراسية، وطالبوا بالحق بالانفاق عليها بعد الطلاق، وحقها في الميراث، وحقها في إبداء الرأي، وحقها في ألا تطلق إلا في المحكمة وأن تختار زوجها. طبعا كل الكلام ده هم كانوا محاولات منهم إن هم يحسنوا وضعهم، هم حاسين إن هم ما زالوا مظلومين أو ما عندهمش مبدأ تكافؤ الفرص. لغاية لما في 14 أغسطس طبعا طلع علينا بقى كلام تاني خالص، عايزين نعرفه منك بقى إيه الجديد اللي طلع. كان الرئيس السيسي رئيس تونس كان طبعا في العيد الوطني للمرأة التونسية، في عيد وطني طبعا للمرأة وكلام كبير جدا. لا ما واخدين حقهم ثلاثة يعني تمام. كان طبعا عمل شوية مقترحات تتعدل في الدستور خاصة بالموضوع المؤرق للمرأة التونسية وهو الميراث والزواج بأجانب غير مسلمين. الغريب بقى غدا انه ديوان الإفتاء في تونس يعني عجبوا الكلام ده وصدق على الكلام ده، مع ان هو الكلام ده طبعا يعني ده ضد الدين، لانه ما فيش حاجه اسمها ان هي تتجوز واحد مش طبعًا مسلم. يعني طبعا ما فيش الكلام ده. قال يعني بقى ديوان الافتاء ايه في البيان بتاعه، ديوان الافتاء التونسي قال بالحرف بالنص ان مقترحات السبسي تدعم مكانه المراه وتضمن وتفعل مبدا المساواه بين الرجل والمراه في الحقوق والواجبات التي نادى بها الدين الاسلامي في قوله تعالى، استشهدوا بآيات من القرآن، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فضلا عن المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية والتي تعمل على إزالة الفوارق في الحقوق بين الجنسين. ده كان نص بيان دار الإفتاء اللي سندت فيها مقترحات الرئيس السيسي في إعطاء المزيد من الحقوق للمرأة التونسية
خاصة ما يتعلق بالزواج من الأجانب أو من غير المسلمين أو الميراث. بس طبعا ده احنا عندنا الكلام ده ما ينفعش، هو طبعا في الدين الإسلامي كمان ما ينفعش انه هي طبعا تتساوى في الميراث طبعا، ده لان قوانين الميراث دي ليها حاجات كتير قوي، ليها بنود كتير بيتكلموا فيها. كمان ما ينفعش الزواج بغير المسلم طبعا، هذا احنا عارفين ان التشريع ده بيبقى طبعا نازل من تشريع الدين ده من عند ربنا والقرآن والسنة، انه الحاجات دي لا يجب باي شكل من الاشكال المساس بيها، لانه طبعا ده تشريع، دي حاجة مش قانون وضعي احنا عاملينه مع بعض كده وقاعدين نغير فيه ونعدل فيه والكلام ده. احنا ممكن الجريمة او اذا ظهر لنا مشكلة جديدة او ايا كان ممكن نقيس على القرآن والسنة ونعمل قانون رادع او عقوبة بس اللي انا اعرفه ان دار الافتاء هنا طبعا ما وافقوش على حاجة زي كده لانه ده ضد الشريعة طبعا. فاحنا عندنا طبعا اعتقد انه برضو لا احنا يعني الكلام ده مش احنا بنقوله، احنا مش موافقين عليه على الاطلاق، احنا مجرد ان احنا بنقول ان ده حدث حصل في تونس وانه غريبة انه يكون دولة مسلمة بيبتدوا يطلعوا قوانين هي بعيدة عن التشريع بتاعنا. يعني الحقيقة مش عارفة هم ازاي دار الافتاء التونسية يعني شافت انه ممكن انه المرأة تتساوى مع الراجل في الميراث، وكمان ان هي ممكن تتجوز بغير المسلم، دي حاجة غريبة جدا. احنا عندنا هنا طبعا في مصر اترفض الكلام ده، واعتقد ان احنا حتى الدين بتاعنا والتشريع بتاعنا والعادات والتقاليد لا هترفض كل الكلام ده. يعني مش عارفة هم التونسيين يعني زودوا العيار او فلتت منهم الحكاية دي يعني. طبعا، وطبعا الكلام ده مش المفروض يبقى فيه استحداث، لانه هو من قديم الازل يعني، وقديم الازل مش بعني بيه انه دي حاجة بقت رجعية او متخلفة او لازم تتعدل او لازم، لا انا قصدي انها عدت على يعني كم هائل من العلماء والازهريين وكمان اصحاب المذاهب الاربعة، والموضوع مش اول مرة يصار. فلما يعدي على الناس دي كلها ويبقى يوصل بالوضعية اللي هو فيها دلوقتي، فاعتقد انه من الخطأ الفادح ان احنا نعدل في حاجة زي كده ونبتدي نأول او نستخدم بعض الايات في ان احنا نخليها دي بمثابة تصريح لعمل معين، او ان الزمن غير الزمن، او ده ما يناسبش دلوقتي، او الكلام اللي احنا بنسمعه. اعتقد دي الدول اللي هي العلمانية يعني مش الدول المسلمة يعني. لا طبعا، الناس اللي هي بتعتنق الفكر العلماني هم اللي ممكن يوافقوا على حاجة زي كده، زي الكاتبة فاطمة نعوت، هي مصرية طبعا لكن هي بتعتنق يعني الفكر العلماني، لانه هي حتى في سنة 2016 اتحكم عليها بثلاث سنين بتهمة ازدراء الاديان. اعتقد انا في موضوع الاضاحي لما كلمت عن الاضحية برضو قالت كلام كده مش بس هي رجعت بعد كده قالت انها تقصد القسوة ضد الحيوان والكلام ده، بس طبعا هو ما كانش التصريحات بالشكل ده، مع ان هي المفروض ان هي شاعرة وكاتبة ومهندسة ولها مؤلفات كتيرة، 19 كتاب تقريبا، ومثلت مهر في العديد مصر في العديد من المهرجانات. يعني المفروض الناس اللي على مستوى عالي من الثقافة او من القراية او الكلام ده المفروض يكون مخهم متفتح كفاية ان هم يقدروا يعني يشوفوا الصح من الغلط او حتى يوجهوا الناس. بس احيانا يعني بيبقى هم عندهم ارائهم هم الشخصية فبيفرضوها على الناس. لكن هي لو هتحكم بقى المفروض تحكم ترجع للشرع، ترجع للقرآن، ترجع للسنة وتتكلم. وبتهيألي ان حقوق المرأة كمان يعني اعتقد ان القرآن والسنة كفلتها بشكل انه ما حدش يعدل على الكلام ده. يعني حقوق المرأة في الاسلام والكلام ده احنا طبعا عندنا نبذة صغيرة، لكن احنا مش اهل افتة في الموضوع ده، لكن طبعا الدين الاسلامي وضع حقوق طبعا بالظبط يعني كده، هي كل حاجة كانت واضحة وصريحة جدا في التشريع، فما ينفعش ان احنا بقى نبتدي ندخل حاجات كده والناس تبتدي تزود يعني زي القوانين التونسية اللي عايزين نطبقها. لا ده الحقيقة دي قوانين مرفوضة تماما. احنا يعني لا احنا في مصر ولا اعتقد ان بقية الدول العربية ممكن توافق على حاجه زي كده يعني. طبعا غاده، وبعت يعني وكمان انا افهم انه يدي حقوق معينه في العمل في المساواه مثلا في الحقوق والواجبات في الدوله في القانون الوضعيه، لكن في الميراث والجواز لا، في الميراث لا ما ينفعش والزواج طبعا. يعني دي حاجه دي اعتقد ده احنا كده بنهدم بالظبط. لا دي حاجات واضحه وصريحه ومش محتاجه يعني طبعا. مش محتاجه قوانين جديده تطلع توضحها. لا طب ما هو يعني هي نزلت في القرآن وفي السنة وكل حاجة موجودة، فإذا هي ممنوعة تماما ان يحصل فيها بقى اي افتة واي كلام واي اجتهادات، لانه النص فيها كان جاي صريح جدا يعني. بس احنا برضو الحقيقة يعني عندنا البنات المصريين برضو مسكتوش
يعني برضو هم الظاهر حسوا انه لازم ياخدوا حقهم هم كمان. فهم عملوا جروب جديد كده على الفيس اسمه كيف تشقطيض ذكرا. طبعا هو حاجة كوميدية جدا يعني, هي بيتكلموا الناس ان هم ازاي هيشقطوا يعني, طبعا هو اللفظ دارج جدا يعني تشقطي باللفظ بتاعنا احنا يعني. طبعا دي اجدد حاجة او اجدد جروب على الفيس دلوقتي. الغريب ان الجروب ده بقاله لسه كام يوم كده, دلوقتي وصل اعضاء الاعضاء بتوع عددهم وصل ل6000. فكرة الجروب ده انه البنت بتجيب بتحط صورة شخص ما هي معجبة بيه وبتكتب عنه شوية بيانات, وبعدين صحابها بيبتدوا يساعدوها ان هم يعملوا خطط ان هي ازاي ممكن تشقط هذا الشخص يعني. طبعا هو جروب كوميدي جدا, لكن هو ممكن يعمل مشاكل كتير لانه في صور بتتحط يعني بيكون احدهم بقى متجوز واحده تانية ولا هو في حته تانية ولا كلام من ده. طبعا حصلت مشاكل لانه قبل كده كانت حصلت جروبات برضو I know him او I know her, طبعا دي برضو حصلت منها مشاكل كتير. فالجروبات دي الحقيقه يعني على قد ما احنا بنقول ان الفيس والنت والحاجات دي هي ليها فايده, لكن هي برضو ليها اتجاهات سلبيه للاسف, انه عملت مشاكل كتير ادت للطلاق يعني. لكن الحقيقه كانت احسن حاجه او احسن رد او تعليق كان مكتوب على الجروب ده انه بدل ما تعملي خطط لو هو يعني وافق وابتدى ينجذب اليكي فهو هنا الموضوع هو ما انجذبش ليكي انت شخصيا, هو انجذب للعقل اللي عمل الخطه. ده حقيقي فعلا يعني, خليكي طبيعيه واكيد انه لو حد هيحبك هيحبك من غير اي تدخلات بخطط وبحاجات زي كده. انا شايفه فعلا ان هو لو انجذب هيبقى انجذب للي عمل الخطه يعني, هو حب اللي عمل الخطه مش حب طبعا يعني هو يعني. اصلا يعني احنا ده برضو احنا بالنادي كرجاله برضو ان احنا يعني يبقى في جروب اسمه كيف تشقط انثى يعني, عشان يبقى بالتوازي يعني يبقى في حريه ومساواه. ما هو ده غدا هي دي المساواه يعني, هي دي المساواه لما احنا فعلا بنلاقي افكار جديده او افكار غريبه بنبتدي احنا يعني بالبلدي كده نجود بقى ونحط التاتش بتاعنا ونبتدي نتفرع لحاجات يعني غريبه وشاذه على مجتمعنا. وبعدين انا عايز افهم حاجه يعني, كيف تشقطين ذكرا يعني, هل البنت دلوقتي محتاجه لخطط وتفاصيل كتير كده عشان تشقط ذكرا؟ وايه يعني ايه شكل الجروب ده وايه يعني, والبنات بتخش يعني حاجه غريبه جدا. لا حاجه كوميديه يعني, غريبه جدا يعني. انا افهم فعلا انه ممكن الرجاله تعمل حاجه زي كده. لا لا بالعكس, لا ده البنات تعملها اكتر من كده كمان. لا لا لا, ده السيدات ده فضة ده يعني, ده فضة. وبعدين عندهم ملكة غريبة جدا في الخطط يعني, طبعا فوضى الخطط وإيجاد تحقيقها, وطبعا عندهم مخابرات وعندهم حاجات غريبة جدا وبعدين كلهم مقطوعين لبعض. لا وبيبقوا مخلصين قوي. بيبقوا مخلصين جدا يعني, فعلا بتقول يعني بتدي النصيحة فعلا يعني عن تجربة بقى. لا لا, وبتعمل الخطة وبيراقبوا هذا الشخص اللي هو بقى عليه العين دلوقتي, بيتراقب مراقبة جامدة جدا طبعا. لغاية ما يقع في الفخ يعني. او يعني لغاية ما وبعد كده خلاص ممكن بعد كده الخطة تبوظ كلها. وما يقعش. بس انت بتقولي يا غدا ان هو 6000 مشترك في بضعه ايام. يعني ما شاء الله يعني, ده في لا وطبعا هتلاقيه في ازدياد, هتلاقيه في ازدياد لان هو هيعجب البنات التفكير ده. واعتقد ان فيهم ممكن ناس بقى يبتدوا يعملوا حاجه نوع من انواع الكوميديا يعني, طبعا ان هم يحطوا صوره شخص ويقعدوا بقى يتكلموا. طب هل في نتائج يعني كويسه يعني, هل فعلا جابت ثمارها يعني؟ جابت نسال الادمن يعني, نسال الادمن هل فعلا في نتائج, او هل فعلا نسبه بقى الجواز بعد كده هتزيد ولا طبعا لا؟ لا بالعكس ولا حاجه يعني, اعتقد انها مش هتزيد لانه طبعا فعلا يعني كان تعليق صح قوي ان هو هنا مش هيحب البنت ديت, هو هيحب اللي عمل لها الخطه. وبعد فتره بتهيالي خلاص يعني كل الكلام ده هيبوظ. طبعا هو حاجه نوع من انواع الكوميديا, لكن يعني مش عارفه هل هو, اعتقد ان زمان كانت الست بتتميز بالحياء وبان هي يجي لها العريس لغايه عندها, سواء حتى لو هو يعني جالها عن طريق البيت اولا او هو كان زميلها في دراستها في العمل في الكلام ده, بيجي لها برضو بشكل بيعززها جدا يعني. لكن مش يوصل بقى ان هو يعمل ان هي تعمل خطط هي واصحابها وكده يعني. انا بعتقد ان هو ده جروب ده كوميدي 100% يعني. اكيد هو كمان لو مش كوميدي او يبتدي يفعل نفسه يعني بنفسه, وهيلاقي اقبال اكيد وناس مشتركين كتير وهيلاقي خطط وحاجات زي كده. بس دايما الخروج عن المألوف هو طبعا له مميزاته, في دايما بيبقى له نتاج كويس, او في حد ذاته التغيير بيعمل ريفريشمنت للمجتمع.
بس يكون في اطار الاعراف والاخلاق والعادات والتقاليد بتاعه المجتمع. طبعاً طبعاً. يعني جروب زي ده بالله عليك ده ايه ده يعني؟ لا ده لا, إيه؟ لا طبعا لا ده لا يصلح. يعني انا بتالي ان البنات اللي ممكن تشترك فيه تكون هتشترك فيه عشان تضحك وتهزر, ولو انه برضه هيعمل مشاكل, هيجيب مشاكل كبيره. اه طبعا لانه ممكن يكون صوره الشخص اللي محطوطه ديت هو يكون مثلا زوج. زوج طبعا طبعا زوج. وممكن يعني هو ملوش دعوه بالموضوع ده خالص, هو بعيد تماما عن الاحداث ديت, لكن فجاه يلاقي نفسه صورته اتحطت وبداوا بقى وخطط. الخطط والمراقبه والحاجات الشديده ده ممكن يعني. كمان حتى يعني ممكن من الابداع طبعا بتاع الست المصريه انت عارفه. ممكن واحده زوجه نفسها تحط الصوره وتبتدي تعمل خطة على تشوف هو هينجذب ولا هيعمل ايه كاختبارات. يعني طبعا ممكن الموضوع هيبقى كبير قوي. لا هما بيساعدوا بعض كلهم وبيبقى عندهم ده, بالعكس ده كل ما يثبتوا لها قد كده ان هو انسان مش كويس يبقى هما كده تمام. يعني هي يبقى نجحوا تبقى هي عرفت الحقيقه محدش ضحك عليها يعني. لكن احنا عايزين نقول لهم ان انتوا بعد ما تعملوا المحاولات دي كلها وممكن المحاولات دي تنجح وتتجوزوا فعلا, هتبتدوا بقى تفكروا في الحياه ومصاعب الحياه وتفكروا بقى في بطاقات التموين. يعني احنا هنطلع من الموضوع ده نخش على بطاقات التموين, هنخش على الصدمة بقى. الصدمة بقى بعد ما عملت الخطة اقعدوا بقى شقطوا براحتكم, اقعدوا شقطوا براحتكم وظبطوا خططكم نفسكم ولغاية ما ان شاء الله تتجوزوا وتاخدوا بقى الايه الصدمة الكبيرة بقى. نبتدي بقى نخش عند مطالب الحياة, الاسعار الغالية, بطاقات التموين, الاسر بتعيش ازاي, بطاقات التموين الجديده ايه هي الشروط بتاعتها. هنبتدي نخش بقى في الحاجات اللي فعلا الناس يعني بتهيألي ان هم هيقولوا يا ريت الخطه اللي عملناها كانت باظت وما كانش حصل اللي حصل. لكن هنبتدي هنشوف بقى بطاقات التموين الجديده ايه الشروط بتاعتها. قول لنا كده شروط منها يا عادل. لا احنا طبعا يعني كنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده, لكن في بعض الناس طلبوا ان احنا نشرحه تاني او نتكلم فيه تاني لانه في تفاصيل كتير. فاحنا بنعيد تاني بنقول انه طبعا لا مساس بالبطاقات القديمه, انه كل حد عنده بطاقه او عنده عدد افراد على البطاقه حتى لو اكتر من 4 افراد ده لا مساس بيه خالص. كمان بطاقه التموين زادت ل50 جنيه للفرد, واكتر من 4 افراد يعني الخامس او السادس بيصرف له 25 جنيه فقط. هقول تاني انه البطاقه التموينيه القديم لا مساس بيه خلاص انتهى الموضوع. كمان لو هم اكتر من 4 افراد كل فرد له 50 جنيه دعم تمويني على السلع طبعا الاساسيه وما الى ذلك. الاكتر من 4 يعني الطفل الخامس او العدد في الاسره الخامس في الفرد هيبقى 25 جنيه فقط. البطاقات الجديده بقى ليها شروط معينه هنقولها تاني. طبعا الموظف اللي لا يزيد دخله عن 1500 جنيه. 2 مستحقي معاش الضمان الاجتماعي والسادات ومبارك وتكافل وكرامه والارامل والمطلقات. على فكره ده يشمل ناس كتير قوي. طبعا يعني هم فعلا لو ده كده هيغطي عدد كتير من الناس اللي هو المطلقات والارامل ومعاش السادات والكلام ده. ده اعتقد انه ده شريحه كبيره. هم قالوا اصلا انه غدا لو تفتكر احنا قلنا انه بيغطي الحالي بيغطي 70 مليون مواطن. يعني مع اعتقد ان هنا على الرقم حقيقة. لكن كده يعني انا مش شايف انه هيفضل حد مستني يعمل بطاقه فعلا يعني. لكن ثالث حاجه المراه المعيله واصحاب الامراض المزمنه العمال. دول فعلا يستحق. انا هخلص غدا الاول وبعدين لا انا لازم اعلق على كل حاله لان في حالات ما احنا ناخدها طيب واحده بعد كده ما تعجبنيش. لا والناس هتنسى كده اللي انا طيب العماله الموسميه المؤقته والباعه الجائلين عمال الترحيل والسائقون والمهنيون والحرفيون اصحاب الدخول الضئيله اصحاب المعاشات القطاع الحكومي والعام والخاص بحد اقصى 1200 جنيه وذوي الاحتياجات الخاصة او المعاقين. يعني انت عايزة بقى تعلق على انا عايزة اعلق على العمالة الموسمية وعلى عمال الترحيل تمام. والمهنيين والحرفيين والكلام ده كله. طيب هو ازاي هيثبت ان هو من العمالة الموسمية؟ يعني هو ازاي هيثبت؟ ما هو بقى قالوا شقين برضه الناس بعرف. طبعا الموظفين او اصحاب المعاشات اللي هم 1500 او المعاشات 1200 طبعا ده هيبقى فيه بيان مفردات مرتب او اي بيان من الجهة اللي هو بياخد منها الفلوس بتاعته, وعلى البيان ده بيبتدي الوزارة تصنفه اللي هو يعني تقصد انه يجيب بيان بانه بياخد كام
ان هو يكون مش اكتر من 1500. طب يعني 1500 في معقل. هل 1500 ده رقم كويس يعني عادل كده مناسب انه يكون ولا هو انت يعني انت رايك الشخصي شايفه شايف الرقم ده كبير ولا صغير؟ والله بكلم جد يا غدا الاسئله دي يعني انا دلوقتي رايي الرقم ده يعني هل الرقم ده احنا عايزين مثلا الناس ترد علينا يعني هل الرقم 1500 ده رقم مناسب ولا هو 1500 ده قليل؟ يعني مش عارف يعني 1500 ده يعني يبقى كام في الشهر؟ يبقى تقريبا يبقى كام في اليوم قصدي؟ يعني هيبقى 50 جنيه في اليوم. اه 50 جنيه في اليوم. 50 جنيه في اليوم يعني يغنيه عن التموين في الحاله ديت الشخص اللي بياخد 50 جنيه؟ لا اللي بياخد 50 جنيه في اليوم ده هياخد هياخد كده يعني هو اللي اعلى من كده هو اللي اعلى من 1500 يعني 1500 فيما اقل وطبعا المعاشات كذلك. طيب الناس اللي هم العمالة الموسمية او عمال الترحيل والسائقين والمهنيين والحرفيين ده احنا 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 معانا بقى الاستاذ عماد حجازي هو متحدث عن مديرية التموين يجيب لنا يجاوب لنا بقى على الاسئلة دي كلها. نكلم بقى حد يعني يكون عنده البيانات بشكل اوضح. الو الو اتفضل استاذ عماد اهلا بيك. اهلا بحضرتك فندم. اتفضل حضرتك الاستاذ عماد حجازي متحدث مديرية التموين. اهلا بحضرتك. احنا بس كنا عايزين يعني نسال حضرتك سؤال هل الموظف اللي هو اكتر من 1500 ده مش هيتعمل له بطاقات جديده خلاص؟ اللي بياخد اكتر من 1500 هو بالنسبه اللي هم الفئات المحرومه من المقررات التموينيه ومالوش اي ايه؟ اتفضل حضرتك اتفضل. الفئات المحرومه اللي تيجي تطلع بضاعه التموين لاول مره إذا كان موظف يجب أن يكون مرتبه لا يتعدى ال 1500 جنيه. تمام. وحضرتك إنما اللي موجود أساساً بيصرف مقررات تموينية سواء مقيد على بطاقة الأسرة أو ليه بطاقة شخصية هو اللي باسمه مفيش أي مساس فيه نهائي. حتى لو مرتبه وصل 100,000 جنيه. طيب كويس يعني القديم ما النقطة اللي حصل فيها لغط كتير يعني. فعلاً فعلاً. طب بالنسبه للعمال الموسميين والباعه الجائلين وعمال الترحيل والكلام ده دول ممكن الحالات دي بالنسبه اللي هو بدون عمل او عامل مؤقت او صنايعي ده بيحدد المرتب بتاعه عن طريق بيجيب جواب من التامينات موقفه من التامينات. تمام. وبيجيب يعمل بحث اجتماعي بالشؤون الاجتماعيه بيحدد لي دخله الشهري كام. يعني يا استاذ عماد هو لو موقفه من التامينات ده سواء هو مؤمن عليه او مش مؤمن عليه صح؟ ما انا عاوز اعرف حضرتك عاوزين نعرف مؤمن عليه هل هو صاحب عمل او مؤمن عليه عامل عادي؟ لان التمر يا فندم لو صاحب عمل لا يجوز انه يطلع بطاقه تمويليه. طيب يا استاذ عماد هنا في الحاله دي اصلا الحد الاقصى لدخله اللي ممكن يطلع بسببه بطاقه تموين في حد اقصى للدخل؟ هو طبيعي بيبقى حدود 800 جنيه يعني مش هتديله حد اقصى ولا حد ادنى من العام ده انت عارف بيشتغل يوم 10 لا فطبيعي العام بيطلع بطاقه تموينيه. تمام. طيب في برضه يا استاذ عماد ناس اتكلمت كتير على موضوع رغيف الخبز هل حصل مساس بيه؟ هل كان او المفروض الفرد بياخد 5 رغيفه يوميا؟ تمام. في ناس اتكلمت انه لا ده اقل باربع ترغيفه ده مش عارف ايه هل ايه صحه الخبر ده؟ يا فندم الخبر عالي تماما من الصحة ما زال حتى تاريخه نصيب الفرد من الخبز 5 ارغفة يوميا 150 رغيف شهريا وكل رغيف بيتم توفيره من المقررات من بره الخبز للفرد بياخد مقابله 10 قروش عن كل رغيف يوفره. تمام يعني هو بدل مثلا 150 لو بيجيب عيش من حتة تانية من مش من الافران يعني بيجيبه خاص الغير مدعوم قصدي انه هو بياخد بالمقابل على كل رغيف اللي هو ال 150 رغيف بياخد قدامهم 10 جنيه فرق نقاط خبز. هو ليه 150 رغيف؟ تمام. ياخد رغيف بخمس قروش. تمام. لو وفر مثلا 100 رغيف من 150 الدوله بتديله 10 جنيه. تمام. على كل رغيف بيوفره 10 قروش. طب احنا جات لنا يا استاذ عماد شكاوي برضه من ان في بطاقات موقوفه. البطاقات الموقوفه دي اصحابها ممكن يعملوا ايه؟ هل اتحلت ولا ممكن يعملوا ايه؟ لا البطاقات اتوقفت في حالات معينه يا فندم، اذا تم عدم الصرف البضاعة التموينيه لمده تجاوزها 3 شهور بيتم ايقاف البطاقه، يبقى صاحبها مش محتاجها. اه. ما بيجي بقى بيثبت ان هو كان تعبان، كان
ظروفه ما تسمحش لسه التموين بيتعمل باللون الاخضر اعاده تشغيل فورا. طيب يا استاذ عماد، ايه حضرتك تفتكر سبب تاخر البطاقه؟ يعني لو حد ضاع منه بطاقه بيبتدي يقدم على بطاقه جديده او بدل فائد او كده او بدل تالف. في ناس كتير برضو اشتكت من موضوع تاخر بطاقات التموين، يعني بتتاخر بالشهور. ده ايه مشكله؟ هي حضرتك حاليا لا تتعدى الشهرين في الوقت الحالي. حصل في الوقت الحالي لان في المرحله دي كان في عمليه مراجعه، عمليه تدقيق بيانات، عمليه تحديث بيانات بتقوم بيها وزاره التموين بالاشتراك مع وزاره الانتاج الحربي. سبب تاخير البطاقات بيكون من الشركه اللي هي المسؤوله عن طبع البطاقه الذكيه. يعني الشركه دي شركه خاصه يعني؟ شركات خاصه. وفي المرحله القادمه ان شاء الله هيتم نقل الشركات دي كلها، هيتولى اداره البطاقه الذكيه وزاره الانتاج الحربي. طيب هل في وحسب يعني معالي الدكتور وكيل التموين صرح ان البطاقه في المرحله القادمه لا تتعدى 15 يوما. طب ده كويس قوي. ده وقت قياسي يعني بالنسبه للي سمعناه والمشاكل اللي جات لنا، انه 15 يوم ده وقت حلو جدا. في خلال الشهرين الحاليين دول ان في الاف البطايق اسبوعيا بيتم تسليمها لمديريات التموين. طب ايه السلع التموينيه اللي بتضخ دلوقتي من خلال البطاقه التموينيه يا استاذ عماد؟ خلينا نتكلم في البدايه، نقول ان نصيب الفرد سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اعطى الفرد في المقررات التموينيه 50 جنيه بدلا من 21 جنيه. يعني نصيب الفرد بقى 50 جنيه حتى الفرد الرابع. تمام. في البطاقه التموينيه. في سلع لا الحته دي لو يا استاذ عماد، حتى الفرد الرابع. احنا قلنا ان البطاقات القديمه لا مساس بيها، يعني سواء اربعه فيما فوق برضه ما فيش حد هيتشال من البطاقه. اي مساس باي مواطن مقيد على بطاقه تموينيه. طيب الجديد بقى، البطاقه الجديده هل برضه هيبقى نفس الموضوع ولا هتبقى بحد اقصى اربع افراد؟ البطاقه الاول مره بتبقى بحد اقصى اربع افراد. تمام. يعني البطاقه الجديده مش هيسمح فيها باكثر من اربع افراد. اللي هو بيستخرج بطاقه الاول مره. تمام. طيب اتفضل حضرتك كمل. يعني هو مش مقيد على اي بطاقه تموينيه عشان اوضح الصوره. تمام. لو واحد محروم من التموين النهائي اللي موجود عنده اسرته ولا عنده بطاقه بيستخرج بطاقه لاول مره حد اقصى اربع افراد. كويس. طب اتفضل حضرتك كمل. وعاوز اوضح برضه نقطه هنا، يعني اللي دخله بيتعدى مثلا 1500 جنيه من حقه يطلع بطاقه خبز. بطاقه خبز. يطلع بطاقه خبز لكن ما يطلعش تموين، يطلع بطاقه يسرق خبز. يعني هنا الموضوع منفصل في الحته دي، يعني الخبز. لا الخبز حق لاي مواطن حتى ايا كان دخله. يعني هو ممكن يعمل وفي بطاقه بقى منفصله غير بطاقه التموين للخبز ولا ايه؟ ما هي بطاقه تصرف خبز فقط لا غير، اللي تخش على السيستم تصرف خبز فقط لا غير. تمام. يبقى هو ما بيصرفش من خلال البطاقه دي غير نقاط الخبز. هي خبز فقط. طب تمام. طيب السلع حضرتك كنت بتتكلم، فكمل كلام حضرتك. السلع التموينيه اللي هي بتضخ. السلع التموينيه المتوفره، السلع الاساسيه اللي الزيت والسكر والرز. اوضح برضه ان في ارز بلدي موجود في المقررات التموينيه، في زيت جوده عاليه موجود برضه في المقررات التموينيه، وسكر. دي السلع الاساسيه اللي بياخدها المواطن في المقررات التموينيه، الى جانب 66 سلعه اخرى بيختار المواطن منها احتياجاته. في مكرونه، في صلصه، في جبنه فيتا، في تونه، في اصناف، يعني 66 سلعه المواطن بيختار اللي هو عاوزه من السلع دي. طيب كويس. حضرتك يا استاذ عماد يعني بتنصح المواطنين بايه؟ يعني احنا عرفنا طبعا ان هو البطاقات التموينيه بتغطي حوالي 70 مليون مواطن. يعني يا فندم، يعني انا بيتهيالي ده برضو يعني حمل على الدوله. طبعا حمل على الدوله. وانا عاوز اوضح لحضرتك ان في ناس يعني في مواطنين دخلهم تعدى ال 10,000 جنيه وال 15,000 جنيه وما زال بيصرف في المقررات التموينيه. طيب استاذ عماد، بالنسبه للناس اللي هتقدم بحث اجتماعي، هل مين اللي بيفرز الطلبات دي؟ يعني لو انا مقدم بحث اجتماعي، هل يعني حد معني في مديريات التموين؟ لا، هو اولا البحث الاجتماعي بيطلع من جهه رسميه اللي هي الشؤون الاجتماعيه. الموقف من التامينات بيطلع برضه من جهه رسميه اللي هي من التامينات. الورق مستوفي الشروط بيتقدم للمكتب اللي هو تابع ليه، بيقبل منه الورق في خلال شهر بيكون طلعوا البطاقه التموينيه. تمام. طيب استاذ عماد، احنا انا بس عاوز اسمح لحضرتك نناشد المواطنين. اتفضل. عدم الانسياق وراء اي اشاعات بتطلع في البلد.
تمام. يعني يرجعوا للمسؤولين، يرجعوا للصفحات الرسميه، في صفحات وزاره التموين لها صفحه رسميه على الفيسبوك، في نشرات دوريه بتنزل، مدير التموين الاسماعيليه لها صفحه رسميه على الفيسبوك، يرجع يسال، ما ينصدش ولا اي اشاعه ان التموين هيتلغي، التموين هيتشال، العيش هيتلغي، العيش هيبقى 4 رغيفة، كل دي اشاعات مالهاش اي اساس. طبعا احنا عارفين ان الاشاعات اكتر حاجه بتمشي في الشارع المصري، وللاسف بتنتشر بسرعه كبيره قوي. فعلا مع حضرتك حق. عموما احنا بنشكر حضرتك على التوضيح، وان شاء الله نبقى حلقات قادمه تبقى معانا برضو. شكرا استاذ عماد. الحقيقه انا شايفه الاستاذ عماد تقريبا جاوب على كل الاسئله اللي اي حد عايز يسالها. كل يعني خلى ما فيش مجال فعلا للاشاعات. الكلام واضح جدا، هو حدد الفئات الجديده ممكن حقيقه يتعمل لها بطاقه لعدد 4 افراد، حدد ان ممكن اللي اكتر من 1500 ممكن يتعمل بطاقه للخبز، حدد عدد السلع 66 سلعه تقريبا، هو قالهم في حاجات كتير جديده يعني ما كانتش موجوده قبل كده. اعتقد ان منظومه التمويل يعني اتحسنت حتى قال على قوي جدا. اولا الزياده دي الناس ربطت الزياده بانه هيجي على حساب العيش، فالزياده ملهاش اي علاقه بالعيش تماما، وبصرف نقاطه الفرق، نقاط فرق الخبز دي ملهاش علاقه خالص بموضوع التموين، ولا لها علاقه بتقليل عدد الارغفه لكل فرد ولا الكلام ده خالص. كمان غدا عايزين ناكد عليه تاني، موضوع ان البطاقات اللي كانت بتتاخر ده كان بسبب شركات خاصه كان هي اللي بتعمل البطاقات دي، فكانت بتتاخر اوقات كتير، شهر وشهرين وثلاثه. هو قال بعد كده ان هي هيتم نقل الاصدار بتاعها لوزاره الانتاج الحربي ونبقى مننا ببعضينا احسن. لكن هو كمان قال نقطه مهمه جدا لازم الناس تاخد بالها منها، انه البطاقه اللي ما بتستخدمش 3 شهور بتقف تلقائي، لانه كده يبقى صاحبها مش محتاجها، او مش موجود، او توفى، او سافر بره، او ايا كان السبب. فلازم الناس لو مش محتاج خلاص سيب البطاقه، يعني تنازل عنها، او لو انت مش محتاج خلاص هات البطاقات الصرف التموين بتاعك ودي لحد محتاج. لا وما يتاخروش، يعني مفيش داعي ان هو يقعد 3 شهور وبعدين يعني يحصل مشكله بعد كده تقف يعني البطاقه. هي في ناس بتحوش بتشيل الحاجات عشان تاخدها مره واحده يعني. لا اعتقد بقى ان هو كل شهر يروح احسن. لا خلاص انا بيتهيألي الشهر بتسقط على طول يعني. هو قال بعد 3 شهور بتتوقف. بتتوقف. يعني هو الاحسن ان كل واحد يروح مثلا كل شهر ياخد الكميه المحدده ليه، طبعا حسب البطاقه اللي معاه طبعا، ده افضل كتير يعني عشان ما فيش حد يشتكي من الحته دي تاني يعني. بالظبط، لان دي شكاوي كتير جدا. احنا فعلا جات لنا شكاوي كتير بوقف البطاقه. طيب ما هو من ضمن اسبابها اعتقد انه هي وقفت بقى لها 3 شهور ما حدش صرف. هو كلام منطقي جدا انه طالما بعد 3 شهور برده ما حدش بيصرف يبقى اكيد في سبب. اعتقد ان كل واحد لا يصرف احسن حاجته بدل ما نعاني يعني. هي انا شايفه ان منظومه التموين كده اتحسنت كتير وابتدى يبقى فيها اختيارات كتير للمواطنين. موضوع العيش ده برده ابتدى يبقى عادل جدا، انه حتى اللي ملوش بطاقه تموين فممكن يتعمل له بطاقه خبز. فاعتقد ان دي حاجه بقت كويسه قوي يعني، ما نجريش ورا الشائعات، نسمع الكلام اللي احنا وضحناه النهارده، وبتهيالي دي حاجه كويسه يعني. اكيد طبعا هم فعلا الناس يعني فيما يخص الموضوع ده يعني بتهيالي غطت كل الثغرات، بل بالعكس الناس كانت محتاجه اكتر، الناس زودت على البطاقه 50 جنيه للفرد بدل 21، فبتهيالي الدنيا الى حد ما مرضيه كتير. يعني احسن كتير بتهيالي بقى الناس حتى الشكاوي والمواضيع اللي جات لنا كتير بتهيالي احنا تقريبا ردينا على كل الاسئله المطلوبه يعني. احنا دلوقتي هنطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم البرنامج. عبد الله سعيد لتريزيجيه، تريزيجيه عايز يعدي، عدى ايه ضربه جزاء، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، يا رب يا كريم يا رب، ضربه جزاء صحيحه 100%. الله ينور عليك يا تريزيجيه، الله ينور عليك يا لعيب، دخل بسرعته وفتح كل المساحات والمسافات. لم يا حبيبي لم، لا رحماني ولا بابا ولا حتى ماما. حلوه 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 حلوه، اشرب يا فرتي اشرب يا فرتي، هتبقى حفله النهارده. ادي بادو دخل، بادو اخدها ودخل اكون شالها وشال الراجل معاها، وضرب الجزاء صحيحه. مين اللي هيسدد يا رب يا رب؟ وفي توقيت مثالي وروعه الروعه، مين اللي هيسدد؟ يا سلام عليك يا تريزيجيه، تسلم رجليك يا ابني، تسلم رجليك يا ابني، ضربه جزاء يا مساهم،
محمد صلاح ربنا يكرمك يا صلاح، ربنا يكرمك يا صلاح. محمد صلاح بيصرع امام رزاق بريمة، محمد صلاح بيقرع عدية ياسين. يا رب يا رب يا رب. لم يتردد الحكم الدولي ابدا، اوتوجو داخل محمد صلاح، محمد صلاح وهوبو والهدف. الله 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 الله. مصر واحد، مصر واحد. محمد صلاح في الدقيقة 42 روعة الروعة الروعة الروعة. الشمال يلا يا رمضان. واحد لواحد، واحد لواحد، واحد لواحد، واحد لواحد، واحد لواحد. عرضية ولم وإيه وهوبا. الله 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 يا بلاد الله. عبد الله 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 الله. تسلموا يا رجالة، تسلموا يا رجالة. حلوة 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 حلوة. ايه ده ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ ايه الجمال ده؟ لا مؤاخذة لا مؤاخذة لا مؤاخذة يا رزاق، لا مؤاخذة يا رزاق، حقك علينا يا ابني. لكن ادي رمضان وطالع له صلاة، خلي بالك من رمضان، رمضان صبحي. وادي عودها ومرة تانية وعلى يمينه. يا سلام يا عبد الله، عبد الله السعيد ومن جاور السعيد يسحب. شوف لي شقة جنبك يا سعيد. هو يا سلام، حلوة حلوة صلاح. وادي عبد الله السعيد واللي جاور السعيد يسحب. يا سلام يا سلام. اتنين، كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير يا غانا. اتنين يا غانا، كل سنة وانتم طيبين. حلوة 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 يا جمالك. يا سلام عليك يا صلاح لما لم الكورة، يا سلام عليك يا رمضان لما انطلق بالكورة، يا سلام عليك يا عبد الله يا سعيد لما فريق بسهولة يكسب لما نصدق انه يقدر. عمرك شفت حلم بيحلم بيه 90 مليون؟ طب عمرك شفت حد ساكت لما مصر جاب الجول؟ مكسبين وفي الدقيقة لو بتتفرج لوحدك انت لف في الشوارع، شجع وافرح وسط اهلك، زحمة على الاهالي في البيوت وصوت الماتش والسد العالي. لسه عالي لسه زي ما هو وحش. هيلا هوب هيلا هوب، كل الناس بتقول يا رب طول ما احنا مع بعض دايما سهل نعدي اي صعب. هيلا هوب هيلا هوب، كل الناس بتقول يا رب. هلا هو هلا هو، كل الناس بتقول يا رب. ورجعين ورجعنا الحلوة ومش خايفين، ورجعنا رجعنا مصريين وأملنا بالسما عاليين. وزيلي
رجعنا لكم بعد الفاصل. طبعا الاول بنرحب بيك يا حسام، ازيك عامل ايه؟ هنتكلم النهارده عن المنتخب، وطبعا احنا عارفين المنتخب ليه ماتشين ان شاء الله، واحد يوم 31/8 وواحد يوم 5/9. الماتشات دي اللي هتحدد موقفه من كاس العالم. الحقيقه ميزه منتخبات ميزه الماتشات بتاعه المنتخب ان هي بتوحد الكل، بتخلي كل الناس عندها هدف واحد انه المنتخب بتاعها هو اللي يكسب. قول لنا بقى يا حسام، استعدادات منتخب مصر ايه النهارده ماتش اوغندا ان شاء الله اللي جاي؟ هو طبعا كلنا بنقول يا رب طبعا عشان منتخب مصر يصعد ان شاء الله كاس عالم. مصر الحمد لله، منتخب مصر بقى شكله احسن كتير قوي. مستر كوبر مهمته الى حد ما مش ضخمه قوي يعني، ان شاء الله باذن الله هنصعد ويفرح المصريين كلهم ان شاء الله. منتخب مصر هو هيخش الماتش الجاي ان شاء الله، او الجيم الجاي بمعنى صح، مع اوغندا. هو المتصدر المجموعه برصيد 6 نقط، طبعا بعديه المنتخب الاوغندي على طول، وغانا والكونغو تحت خالص في الاخر. فرصتنا كويسه السنه دي ان شاء الله، مش عايزين طبعا بس نقاطع ولا حاجه، احنا عايزين الموضوع يمشي كده ايه على البركه ان شاء الله، ربنا يكرم ان شاء الله. فرصتنا احسن فرصه كانت موجوده، يعتبر هي السنه دي موجوده، بس محتاجين بس نستغلها شويه، محتاجين يبقى عند اللعيبه فعلا اصرار اكتر من كده، عندهم حماس، عندهم هنموت فعلا عشان نوصل ان شاء الله كاس العالم ده. فشكل المنتخب احسن كتير قوي من قبل كده. في تناغم كويس بين الفريق، في يعني تعاون كويس جدا من اعضاء الفريق مع بعض كلهم، فان شاء الله خير باذن الله. انت شايف يا حسام ان المره دي الفرصه احسن؟ هل في ادوات معينه، او في طبعا احنا لنا لعيبه محترفين كتير، هل شايف ادوات كوبر هتبقى ايه؟ هل استخدام خطط جديده هجوميه مش الشكل التقليدي بتاع كل مره، ولا هيبقى في شكل جديد؟ هل في اللعيبه بتاعتنا زي محمد صلاح والنني والناس دي طبعا هتشارك بقوه في اللقاءات دي؟ طيب. تفتكر ايه عوامل نجاحنا او تخطينا للمرحله اللي جايه دي؟ هو الفكره نفسها ان كوبر ما ينفعش حد يتوقع اداءه او لعبه، هو طريقه لعب كوبر مختلفه. احنا شفنا كان مستوى المنتخب في افريقيا اللي فاتت الى حد ما كانش قوي قوي، مع ذلك احنا صعدنا وصلنا لدور النهائي وخدنا مركز تاني. فهو بيلعب طريقه بمعنى صح، بيحاول ان هو يهدي اللعب خالص، رتم اللعب يبقى هادي خالص، ويباغت بكوره كويسه جدا او بهجمه مرتده يجيب بيها جون، يحافظ على الجون بتاعه، ودفاعنا بقى قوي جدا، ماسكه كويسه. فالحاجات دي كلها بتدي عوامل كويسه جدا للمنتخب، اهم حاجه الدفاع، هو الدفاع عندنا طالما كويس هنقدر ان احنا نجتاز الفرق الموجوده. اوغندا مقارنه بمصر طبعا مصر اقوى منها بكتير، بس برضه هم بيلعبوا في الماتش الجاي على ارضهم، فيعتبر دي هل هي هتبقى عقبه كبيره طبعا بالنسبه لنا، عنده برضو اطوال كويسه. بس في ظل الكلام ده كله احنا عندنا دلوقتي زي ما انت قلت لعيبه محترفين كويسه. هل كل اللعيبه المحترفين يا حسام هيجوا فعلا في الماتش ده، ولا مش كلهم هيجوا؟ حد هيبقى عنده ماتشات تانية؟ طيب اللعيبه نصهم محليين ونصهم محترفين، يعني في عندنا حوالي 15 لاعب بالظبط كلهم محترفين من انديه بقى مختلفه، عندنا حوالي 5 بس موجودين في الدوري الانجليزي اللي هو يعتبر اقوى الدوري موجود في العالم كله. في بقى دوريات خليجيه والكلام ده كله، بس هو يعني بنسبه كبيره جدا هيكون الاغلب الموجودين كلهم محترفين، يعني اغلب الفريق كله. طيب ده هيقوي الفريق جدا ويخلي اللعبه بشكل افضل كتير. احنا كنا زمان لو نسمع مثلا على الكاميرون او السنغال او الناس اللي هي المنتخبات القويه دي يقول لك لا يا عم ده المنتخب اصلا كله محترف. احنا وصلنا للمرحله دي الحمد لله. ده كويس جدا ان انت بتقول احنا عندنا عدد كبير من بالزبط. دي حاجة كويسة انه نوصل لكده يعني. محتاجين محترفين كمان في الدوري الانجليزي، يعني عندنا مثلا كده مفاتيح اللعب اللي هيشتغل عليها كوبر اليومين دول ان شاء الله هيكون هو مثلا محمد صلاح طبعا المتألق مع ليفربول، رمضان صبحي، في عندنا النني، الناس دي كلها بتلعب في اندية ليها وزن، في ارسنال، في ليفربول، في دوري انجليزي، في دنيا كبيرة قوي. حراسة المرمى هتكون لمين يا حسام؟ هو متاخد عصام الحضري طبعا ده. وعواد عصام الحضري فعلا نفسه، يعني هو لما عمل لقاء معاه ان هو كان حلمه كله في الحياه كلها ان هو يطلع كاس عالم، يعتزل الكوره بعد ما يطلع كاس عالم. فان شاء الله ربنا ينولها له ان شاء الله ونسعى. هي مصر من سنه 90 ما دخلتش كاس العالم، يعني هي كان انا سمعت كده حد معلق رياضي يعني كان بيضحك بيقول يا رب ان فريق مصر يدخل عشان بس يعني مجدي عبد الغني يحس ان في حد تاني راح كاس العالم غيره، وما بقاش هو الوحيد اللي راح كاس العالم وحط جون. حط جون يعني، فبيقولوا يا ريت بس هو بس اي حد يروح يعني، اي حد يحط جون بس عشان نكسر حته مجدي عبد الغني دي يعني. لا شكلها يعني ان شاء الله فيها، يعني انا حاسس ان انا بسمع اغنيه على طول هيلا هوب وكام، بحس كده بتحس انك اتشجعت انت رايح كده. عايزين يا جماعه نوصل وعايزين نعمل لا في فرحه وان شاء الله فعلا هتكمل باذن الله. طب انت حسام دلوقتي قلت انه في اوغندا الاول ماتشين، وبعد كده في غانا. هو في كونغو بعد كده غانا، كونغو بعدين غانا. هو اصلا طيب
انا لا انا يعني انا حاسسك مطمن شويه لمباريات اوغندا. طيب ايه الكونغو وغانا تفتكر هتفرق معانا؟ انت قلت ان عندنا 6 نقط صح كده؟ 6 نقط عندنا. لو تخطينا عقبه اوغندا او عملنا نتيجه معاها لصالحنا نتيجه ايجابيه هل هيبقى في مشكله بقى في الماتشين اللي فاضلين؟ يعني لو تعادلنا او هزمنا في ماتش منهم او حاجه هل ده هياثر علينا ولا لا؟ هو ماتش اوغندا هو يعتبر هو مصير مصر اكتر منه مصير الفرق كلها التانية. هو لسه بيعتبر الجوله الاولانيه ما خلصتش، يعني هو احنا لعبنا ماتشين بس والماتشين الحمد لله كسبناهم. اوغندا لو احنا فعلا كسبناها رايح جاي هيبقى عندنا حوالي 12 نقطه، فكده الماتشين الجايين تحصيل حاصل بس مش نخسر، يعني ما ينفعش نخسر اهو. ماتش الكونغو هيبقى برده الى حد ما مهم شويه، اما لو احنا مثلا ان شاء الله كسبنا 3 ماتشات الجايين دول كلهم فهيكون ماتش غانا تحصيل حاصل، سواء خسرنا كسبنا اتعادلنا ما فيهاش اي مشكله. وغانا هي الاقوى، هو هي على ارضها طبعا فريق ضخم جدا وفريق ليه باع كبير، اعتقد انه اقوى من اوغندا كمان. يعني غانا اقوى من اوغندا، هو اصلا كان مرشح بقوه للدخول فيبقى هو التوب في المجموعه دي. بس مصر طبعا طب ما هو الماتشات دي هتبقى مهمه قوي يا حسام مع اوغندا مع غانا، يعني الماتش الجاي ده فعلا ان شاء الله اللي هو قبل العيد يوم الوقفه، يعني ان شاء الله لو احنا فعلا قدرنا نعمل فيه حاجه او نكسب فيه هيدينا راحه نفسيه او هيدينا بمعنى صح هدوء. والماتش اللي بعديه في ارضنا طبعا هنكسبه يعني ان شاء الله باذن الله. فكل المؤشرات كلها بتقول ان هو يا رب يا رب ان شاء الله نصعد باذن الله ان شاء الله. في الاخر انت هتشجع مين؟ غانا الاهلي. واحد مصري هشجع مين؟ غانا طبعا. لا الفريق يعني انت متفائل ان شاء الله انه ان شاء الله يعني ممكن فريقنا يعمل حاجه ان شاء الله. احنا قبل كده لو تفتكر كان عندنا منتخبنا لما بيكون مثلا عندنا واحد محترف ولا اثنين، يعني مثلا اشهرهم مثلا كابتن ميدو كان فايكس، لو مثلا قلنا عندنا محمد زيدان، الناس دي كلها كان ليها تقولها. احنا دلوقتي بنتكلم عندنا في نص فرقه او يعتبر فرقه كامله قاعده بثلاثه اختياري على الدكه موجودين كلهم محترفين. لا دي حاجه كويسه جدا طبعا، ان احنا لما يكون عندنا عدد كبير من المحترفين هيفرق جدا مع نتيجتنا اكيد ان شاء الله. بيعمل ثقه كبير قوي للعيبه، بيعمل روح جامده جدا للفريق طبعا، وبيلعبوا في انديه ضخمه فده كله بيدي عوامل نفسيه كبيره جدا للعيبه. هو الحقيقه الميزه ان هو بيوحد الشعب المصري كله، يعني دايما ماتشات المنتخب تحس ان الناس كلها بقت ايد واحده، حتى لما تسمع الاغاني الحماسيه دي تحس ان انت مبسوط وان انت اتشجعت فعلا زي ما انت بتقول كده. يعني انت بتحب تسمع الاغنيه دي وهي فعلا حقيقه الاغنيه دي بتعمل فرق كبير جدا مع الناس. غير بقى لما بيبقى ماتشات داخليه والاهلي او الزمالك او بتاع بتبقى مقسومه نصين او ثلاثه على حسب يعني عدد الفرق، لكن هي فعلا يعني احنا نتمنى انه في النهايه الشعب المصري كله يفرح مع بعضه وان شاء الله تبقى، لانه الكوره بالذات كل الناس بتفرح، ما فيش حد ما بيفرحش، حتى لو هو عنده حاجه تزعل جدا بس بيفرح بنتيجه الماتشات في الاخر. يعني احنا كمان مشتاقين، احنا بقى لنا يعني ربع قرن ما دخلناش رقم كبير قوي، واحنا مصر كمان على مستوى افريقيا لينا ضخامه في الكوره او لينا ثقل كبير قوي في الكوره او الرياضه عامه. ازاي دوله زي كده او منتخب زي ده ضخم جدا او ليه باع طويل جدا في افريقيا وحصل على لقب كويس جدا ما ينفعش يخش كاس العالم؟ لا ازاي؟ لازم فعلا النقطه دي مهمه جدا، هو شايف ان الفرصه سانحه جدا على الرغم من المجموعه دي مجموعه ضخمه جدا وقويه قوي، يعني فيها يعتبر فرق ضخمه جدا طبعا. فعلا فعلا كونغو تقيله شويه، اوغندا هي اضعفهم بس اوغندا دلوقتي هي المركز الثاني. برضو الموضوع مش سهل، الموضوع برضو كده تحس ان هي برضو لفه كبيره شويه وكل فريق ليه حجمه، مفيش حاجه اسمها استهتار، لعيبه ان شاء الله يعني كبر يحاول يبث فيهم شويه روح الجديه شويه. هم عايزين كمان اي حاجه ترفع روحهم المعنويه جدا، اعتقد ان هم كمان يعني قالوا ان هم هيدوا كل لاعب مبلغ كبير جدا بس نتيجه ان هم بعد ماتش اوغندا، فاعتقد ان دي حاجه ترفع من روحهم المعنويه جدا، تخليهم عندهم استعداد ان هم يبذلوا مجهود جامد قوي يعني. طبعا ان شاء الله. انا طبعا يعني احنا كنا بنتكلم برضو عن في حلقه كده من اللي فاتوا عن الرقابه الفنيه، يعني انا عايز اقول بس انا شفت الحقيقه كليب لنقيب الموسيقيين تقريبا هو عامله جديد، يعني انا فوجئت الحقيقه بعد ما شفت الكليب ده لانه لقيته مطلع معاه في الكليب واحده يعني هي بترقص، هي مش لابسه بدله رقص لكن هي لابسه ما اعرفش جلابيه بلدي كده ولا لابسه حاجه. اعتقد ان هو تاريخه مشرف، اغانيه افضل من كده بكتير جدا، حاسه انه الحقيقه الكليب ده ما كانش مناسب ابدا ان هو يطلع بالشكل ده لانه هو قامه، وبل بالعكس ده احنا دايما بنقول انه نقيب الموسيقيين يعني المفروض انه يكون ارقى من الكلام ده كله، وما يدعوش بقى ما احنا ما نرجعش بعد كده نقول ايه ده احنا الكليبات ليه بتطلع سيئه وبنشوف يعني حاجات خارجه كتير وبنشوف بتتقلب لرقص وكلام فاضي من ده. لا يعني يا ريت
حضرتك باعتبارك انت النقيب الموسيقيين وانت المسؤول عن الناس ديت، ما تمشيش بقى زي الناس دي وتجيب حد معاك يقدم الحقيقة جزء سيء جدا، لانه اغانيك انت بتتسمع مش لازم تتشاف، يعني اغانيك كفاية ان هي تتسمع لان صوتك طبعا معروف، تاريخك طويل ومشرف، فياريت يعني تراجع نفسك في الفيديو الاخير ده، انه احنا دايما بنقول ان احنا عايزين ندي قدوة لشبابنا، ندي قدوة لولادنا، فما اعتقدش ان القدوة تكون كده، صح يا عابر ولا ايه رأيك؟ باعتبار ان احنا اتكلمنا عن موضوع الرقابة الفنية دي قبل كده. طبعا الرقابة الفنية يعني زي ما بيقولوا ان الاولى بيها المسؤول. يعني لما احنا فعلا بنناشد على تجديد الرقابة واتكلمنا على المصنفات واتكلمنا عن الكلام ده كله، كان المتوقع انه اي حاجة المفروض تظهر بعد كده انه يكون يعني لها الحد الادنى من معايير العامة، معايير المجتمعية بتاعتنا والكلام ده، لكن لما نلاقي طبعا حتى المسؤولين، فاذا كان رب البيت بتدف ضاربا فعلا فشيمته اهل البيت الرقصوا، يعني بنناشد طبعا الاستاذ نقيب الموسيقيين انه فعلا يعني مش عايز اقول يبدأ بنفسه، بس يعني احنا في امس الحاجة لضبط الذوق العام بتاعنا والشباب وكلام كتير، يعني انا بتالي احنا قلناه لما خلاص يعني قلناه كتير، بس للأسف ان انا فوجئت بحاجة زي كده، فحبيت الحقيقة انوه لانه كان مش ده المنتظر من نقيب الموسيقيين الحقيقة، المنتظر انه هو اللي يمنع الحاجات دي، مش هو اللي يطلع هو كمان باشكال غريبة جدا معاه، يعني يا ريتو يراجع الكليب تاني اللي موجود ده، وان شاء الله المره الجايه يكون في رد، يا ريت يعني، او يراجع الكليب ده او يشيله خالص لانه مش مناسب لتاريخه الفني. في النهايه عايزين نقول لكم كل سنه وانتم طيبين، احنا ان شاء الله داخلين على العيد الكبير ان شاء الله، ان شاء الله تقضوا عيد سعيد ونتقابل بعد العيد ان شاء الله. شكرا لكم وتصبحوا على خير.